السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الأول المتوسط، إن شاء الله هندرس اليوم درس الرخويات والديدان الحلقي. في هذا الدرس الأهداف المطلوب مننا إن إحنا نتعلمها: 1- تحديد خصائص الرخويات، 2- أن تقارن بين جهاز الدوران المفتوح وجهاز الدوران المغلق، 3- أن تصف خصائص الديدان الحلقي. أولا الرخويات. الرخويات هي حيوانات لا فقارية، معظمها له أصداف لحماية الأجزاء الطرية الرخوة الموجودة فيه، ولها أيضا قدم عضلية، ومن أمثلتها الحلزون والمحار والحبار والأخطبوط. طيب نكمل في خصائص الرخويات. لها عباءة، هذه العباءة غشاء نسيجي رقيق يقوم بتغطية الأجزاء الطرية الموجودة في الكائن الرخوي، وله أيضا وظيفة مهمة أيضا هي تكوين المادة أو إفراز المادة المكونة للأصداف. أيضا الرخويات لها قدم عضلية قوية تستخدم في الحركة وتثبيت الحيوان على الصخور. من خصائص أيضا الرخويات أنها تنقسم لقسمين: رخويات مائية ورخويات تعيش في اليابسة. الرخويات المائية تتنفس عن طريق الخياشيم الذي يوجد في تجويف بين العباءة والجسم الطري، يسمى تجويف العباءة زي ما احنا شايفين في الصور. الرخويات التي تعيش في اليابسة تتنفس عن طريق الرئات. الخياشيم زي ما موجود في الأسماك هي أعضاء أو عضو يسمح للمخلوق الذي يعيش في الماء بتبادل الغازات، بحيث تحصل هذه الكائنات على الأكسجين المذاب في الماء، وتتخلص من ثاني أكسيد الكربون. أيضا الرخويات لها جهاز هضمي ذو فتحتين، ولمعظمها عضو يسمى الطاحنة. ما المقصود بالطاحنة زي ما احنا شايفين في هذا الشكل؟ هو عضو خشن يشبه اللسان، ويحتوي على صفين من البروزات كما تشبه الأسنان في الإنسان، وتستخدم لطحن الطعام. أيضا جهاز الدوران لدى الرخويات. الرخويات قسمان من حيث جهاز الدوران: جهاز دوران مغلق وجهاز دوران مفتوح. الجهاز الدوران المفتوح معناه أن الدم ينتقل في الجسم للكائن الحي بين الأجهزة، لا يحتاج إلى أوعية، يتدفق حول الأعضاء زي ما موجود في المحار والحلزون. أما جهاز الدوران المغلق معناها أن الدم يسير داخل أنابيب مغلقة تسمى الشرايين والأوردة، وهذا مثل الحبار والأخطبوط. وأيضا نحن اللي احنا الإنسان نتميز بوجود جهاز الدوران المغلق. أما الديدان الحلقية، الديدان الحلقية هي أيضا من الكائنات اللافقارية، حيوانات لافقارية. جسمها يتكون من أكثر من 100 حلقة متكررة، وهذه الحلقات توفر مرونة الحركة لهذا الكائن الحي. وأيضا لها جهاز دوراني مغلق وجهاز هضمي مكتمل ذو فتحتين، ومن أمثلتها دودة الأرض والعلق. دودة الأرض لها أكثر من 100 حلقة، كل حلقة تحتوي على أشواك وتساعدها على تثبيت نفسها في التربة والحركة. تأكل المواد العضوية الموجودة في التربة، تتنفس من خلال جلدها المغطى بالمخاط في عملية الحصول على الأكسجين والتخلص من ثاني أكسيد الكربون. لها أشواك أيضا تساعدها على الحركة والانزلاق في باطن الأرض. زي ما احنا شايفين العلق جسمه مسطح ويمتاز بوجود أقراص ماصة، ويستطيع أن يمتص أضعاف وزنه ماء. خلاصة هذا الدرس أن خصائص الرخويات أنها كائنات لا فقارية، لها قدم عضلية للحركة والتثبيت، بعضها يتنفس بالخياشيم والبعض الآخر بالرئات، بعضها لها جهاز دوراني مفتوح والبعض له جهاز دوراني مغلق. أما الديدان الحلقية خصائصها هي حيوانات لا فقارية، لها جهاز دوراني مغلق وجهاز هضمي مكتمل ذو فتحتين. شكرا لكم طلاب الأعزاء، ونتمنى لكم التوفيق.